يا مساء الفل ايفريبادي، معاكم عمر عبد الرحيم. سؤال بيجيلي كتير جدا، انا نطقي وحش وعايز احسنه، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، الحكايه كلها تتلخص في 6 اصوات، لو قدرت تنطقهم بشكل طبيعي نطقك هيتحسن تماما ومش هتقابلك ان شاء الله مشكله بعد كده. بي ار تي اتش سي اتش تي ار دي ار. طبعا نطق البي احنا عارفينه وسميناها قبل كده بي تفا لو فاكرين. ار الفكره ان لسانك ما بيلمسش اي حاجه في بقك، بيبقى ملفوف على نفسه لورا. ار. التي اتش ليها نطقين، يا ثه زي الثاء كده عندنا او الذه على حسب الكلمه. سي اتش ليها نطقين، يا اما كه يا اما تشه على حسب برده اللي جاي بعدها. ولو حابب تعرف امتى بتنطق كه وامتى بتتنطق تشا هتلاقي في فيديو انا كاتب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. 5 صوت تي ار زي تراي تري ترين. دي ار لما بيجوا مع بعض بتحط ما بينهم حاجه زي الجه كده، فبتلاقي نفسك بتقول دريم دراي دريس. دول اهم 6 اصوات عايزك تهتم بيهم. ازاي بقى تدرب نفسك عليهم؟ هتدخل على google.com وتكتب التالي: تونج تويستر الحرف، يعني مثلا على سبيل المثال تونج تويستر بي، تونج تويستر ار. تونج تويستر يعني عارف انت واحنا صغيرين لما كنا بنقابل واحد ألدغ مثلا في السين بيقولها ثه، كنا بنيجي نقول له طب قول بقى ستي عملت لي بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. طبعا دي كانت بتبقى ماساه بالنسبه له، وانا اسف لو عملت في اي حد اللي عامله دي. فاللي هيحصل ان انت هتلاقي جمله طويله كده او قصيره فيها نفس الحرف اللي انت بتدور عليه ده كتير قوي، وهديك مثال في اخر الفيديو. اللي هيحصل واللي انا عايزك تعمله ان انت هيبقى معاك 14 يوم كل يوم هتقرا التونج تويستر ده 10 مرات بس ببطء عشان تقدر ان انت تركز. كل يوم 10 مرات لمده اسبوعين اللي هم 14 يوم، صدقني المشكله هتكون انتهت تماما، سواء من بقك لسانك مخك، هيكون خلاص انت جهزت الثلاثه دول ان هم ينطقوا الحرف ده بشكل طبيعي. بس على شرط ان انت وانت بتدرب نفسك على الجمله دي ان انت تنطقها صح. في البدايه هتبقى صعبه طبعا، ولكن انت مع الوقت حاول ان انت تبقى بطيء جدا في البدايه عشان خاطر انت مع الوقت هتلاقي نفسك اسرع وبقى الحرف بالنسبه لك مش مشكله ان انت تنطقه. بس صدقني بعدها المشكله بالنسبه لك هتبقى اتحلت تماما. فلو بتسال نفسك انا عايز احسن من النطق بتاعي بدون مذاكره اعمل ايه، الفيديو ده اجابه للسؤال بتاعك ده. ولو انت بتدور على طريقه فيها تعمق اكتر بقى في اللغه وعايز تفهم القواعد بشكل مفصل، استنى ان شاء الله فيديوهات جايه هنشرح فيها بالظبط القواعد بتاعه النطق. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج. واخر حاجه خدوا مني بقى التونج تويستر للبي: Please place the pleated pressed pants on the plain dressing prank. ده انا تفيت على الكاميرا.